حديقة القدس بمدينة الأغواط أو ما يسمى محليا بجنان البيلك هو الوجهة الوحيدة والمفضلة للمتقاعدين. لكن جمع أصحابنا هنا ينحو دكتور واحنا ورانا أنا كي نقعدوا هنا رانا نتنفسوا احنا رانا تقعد فهمت رانا تقعد الله خالب احنا ما عداش ونروحوا نشوف الشعب ونشوف الهواء جنان ده انت هواء وانت سجار وانت كذا وانت كذا أنا يقولوا جنان البيلك هذه البلاصة اللي الوحيدة اللي في الأغواط الناس جهة تظلل فيها فهمت إذا راح جنان البيلك ما عندنا حتى بلاصة يعني راح الأغواط راح الأغواط راحت الرموز تاع الأغواط كما راح باب الجزائر بكري. رأيت الحديقة أمام نقصي مياه السقي دفعت بهؤلاء إلى مناشدة السلطات المحلية. الولي يقول له نطلبوا منه نترجاوه يجي يحفر لنا هذا الحاسي ذيك النهار حرقت لا بومب عادوا يطلبوا بيديهم يطلبوا في القاشي هذا كامل باه يشروا بين بومب ان بومب باه يسقوا هذا الحي على واش راهم يديروا هذا راه الشر نصه مات راه نصه مات بيتنا خلاص خلاص تجيهم قنطه اللي مازال ما شافوهاش في حياتهم ماذا بينا اقرب وقت تديروا لنا حل في هذه المساله نتاع جنان البيلك. معلم القدس الشريف الباقي على هذا الحال منذ عدة سنوات أصبح اليوم من بين المطالب الشعبية. هذا المعلم قدس وكوتيزات الناس فيه وعاونة الناس فيه واليوم حبس ماذا بينا نطلب من السلطات ونطلب من سيد الوالي يجوا يشوفوا هذا المعلم يكملوا هذا الشرف ليهم هما شرف للسلطات وشرف للولاية وشرف للشعب. وتبقى حديقة القدس التي استحدثت قبيل الاستقلال تنتظر التفاتة جادة وفعلية فهل سيتحقق ذلك مستقبلا؟